التحضيرات للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المصرية سامح شكري للبنان كانت مدار بحث بين وزير الخارجية جبران باسيل والسفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد، الذي أكد أن الزيارة تحمل أفكارا جديدة لتحريك ملف الفراغ الرئاسي في لبنان. لبنان الآن بحاجة إلى رئيس بأكثر من أي مرحلة سابقة. المشهد الإقليمي أثبت أنه لا يمكن انتظاره أكثر من هذا، وبالتالي نحن يعني سنبدأ هذه العملية ونأمل في أن تسفر على الناتج المطلوب بإذن الله. باسيل التقى أيضا السفيرة المعينة للولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث ريتشارد، وعرض معها للعلاقات الثنائية ومساعدات بلادها للجيش، إضافة إلى مؤتمر النازحين الذي سيعقد في الأمم المتحدة في نيويورك في 19 من أيلول المقبل.